السلام عليكم. زار اليوم وفد من الكاف زار ملعب قسنطينة للوقوف على مدى جاهزية ملعب قسنطينة لمناسبة منافسة الشان. للعلم فيه وفود أخرى سوف تقوم بزيارة ملعب قسنطينة للوقوف على أشياء أخرى كالنظام تاع السيكوريتي تاع الأمن تاع الملعب، وكذلك قضية التسيير لابيتري، كل ما هي يعني صغيرة وكبيرة عن يعني قضايا نتاع التسيير تاع المقابلات وقضايا تاع التنظيم تاع المنافسة، بغض النظر عن الهياكل اللي لحد الآن ظهر أن انتهت الأشغال بها. تبقى المسائل التنظيمية سوف تكون محل معاينة من طرف وفود أخرى. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.